إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون الكرام، ظهرت في هذه الآونة الأخيرة أصوات تنادي بما يسمى بالديانة الإبراهيمية، وهي دعوة إلى الجمع بين الإسلام واليهودية والنصرانية كلها كعقيدة واحدة، بدعوى أن هذا يمثل الدين الإبراهيمي. وهي في الحقيقة مؤامرة ضد الإسلام، لأن الإسلام هو الدين الخاتم الذي لا يقبل الله تعالى دينا سواه، وأي إنسان ما أدان بالإسلام بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان من أصحاب النار، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وقال المولى سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ولهذا من المؤامرة ضد الإسلام، في بعض الأصوات تنادي، والحمد لله في خارج هذه البلد بإنشاء معبد مشترك في مكان دير لليهود وكنيسة للنصارى ومسجد للمسلمين، كله في مكان واحد، يهود يتعبد بجاي ونصراني بهنا ومسلم بهناك، على خلفية التعايش السلمي بين الأديان. فنحن بنسأل سؤال يا أخواننا، هذه الأديان اللي بيزعموهم إذا كان أمر بها ربنا سبحانه وتعالى، فربنا عز وجل كلمنا إنه لا يقبل إلا الإسلام، وهذه الأديان الموجودة الآن إن صحت تسميتها بأديان فهي غير مقبولة بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خاتم النبيين، ربنا ختم به النبوات والرسالات، لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ثم ثانيا، إبراهيم عليه السلام نفسه لم يكن يهودياً،
وما كان نصرانيا. قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. بل ما من نبي من الأنبياء يا أخواننا، كل الأنبياء اللي أرسلهم ربنا سبحانه وتعالى، من نوح عليه السلام إلى نبينا الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، ما منهم واحد إلا وقد كان مسلما. كل الأنبياء كانوا مسلمين وما دعوا إلى غير الإسلام. قال تعالى عن نوح عليه السلام: قال يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. ده نوح عليه السلام قال أمرت أن أكون من المسلمين. إبراهيم عليه السلام ربنا قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لله رب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، برضو وصى بها أولاده ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ده يعقوب عليه السلام اللي ولدوا إسحاق واللي ولدوا عيس هو أبو اليهود، اللي بيقولوا الليلة بنادوا اليهودية والنصارى البنادوا بالنصرانية، من أولاد يعقوب، برضو من أولاد يعقوب. والعرب اللي هم على الإسلام هم من أولاد إسماعيل، دل كلهم أبوهم إبراهيم وصاهم إنه يكونوا شنو؟ إنه يكونوا مسلمين. تجي الليلة تلقى من ينادي بوحدة الأديان وحرية الأديان ومساواة الأديان. ما سوى الأديان، ما سوى أبدا. الأديان الباطل قصدنا الليلة دي اليهودية والنصرانية، ما بدش بها الدين الحق. والأنبياء دين ما كانوا على اليهودية ولا على النصرانية. ربنا قال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. الأنبياء كانوا مسلمين. يوسف عليه السلام قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. دل الأنبياء كلهم يا أخوانا، دل الأنبياء كانوا مسلمين وكانوا على عقيدة واحدة، ما في خلاف بيناتهم، عقيدتهم واحدة. قال تعالى: شرع لكم، يعني أنتم المسلمين، شرع لكم من الدين ما وصى به منو؟ نوحا. أنتم آخر أمة، ربنا قال لكم شرع لكم من الدين، قالوا لنوح يعني العقيدة ذاتها، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. عقيدة واحدة بتاعت الأنبياء، ما فيها تفرقة ولا فيها شقاق ولا فيها خلاف. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الاختلاف بين الأنبياء أيها المسلمون الكرام كان في الشرائع وليس في العقيدة، عقيدة واحدة. الاختلاف يكون في الشرائع، كيفية الصيام، الصلاة، الأوقات، صفات العبادات، دي كانت بتختلف فيما بينه، الأحكام والشرائع والقوانين والنظم كانت بتختلف. الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى ما فيه أحكام، هو مواعظ وكلمات لعيسى عليه السلام، ليس فيه أحكام. التوراة كان فيها أحكام، عشان كده النصارى بياخذوا الأحكام بتاعتهم من التوراة، لأن الإنجيل ما كان فيه أحكام. لكن لما جاءت شريعتنا، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كانت ناسخة لما قبلها من الشرائع. فلا يجوز اليوم زول يتعبد حتى بما ثبت عن عيسى بن مريم عليه السلام إلا إذا جاءت في شريعتنا موافقته، إلا لو كان موافق لديننا دين الإسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات. إخوة لعلات يعني شنو؟ يعني الأخوان اللي أبوهم واحد وأمهاتهم متعددة. وده في كناية عن إنه نحن الأنبياء كلنا عقيدتنا واحدة، العقيدة واحدة ما فيها خلاف، ولكن تختلف الشرائع كاختلاف الإخوة اللي أبوهم واحد وأمهاتهم متعددة. فما في رسول أبداً جل قومه بالعقيدة الآن عند اليهود والنصارى. ربنا قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ما في رسول دعاهم إنه الله ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ما في رسول قال إن الله هو المسيح ابن مريم، عقيدة زي دي ما في، العقيدة واحدة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. الله يعبد براو واجتنبوا الطاغوت. دي عقيدة الأنبياء كلهم، كل الأنبياء عقيدة واحدة، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ربنا قال: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ ما في نبي دعا قومه لغير العقيدة بتاعتنا اللي بنعتقدها اليوم نحن المسلمون. عشان كده هذه المعابد اللي عاملينها ويقول لك الأديان دي كلها واحد، لا أبدا والله، والله ده ما بيشبه الأديان اللي بيسووا فيه. الجماعة ديل ما بيشبه دين الحق، ودين الحق واحد ما بيتعدد، ده اللي جابوه الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام. عشان كده نحن المسلمين الوحيدين اللي بنؤمن بجميع الأنبياء، نحن اللي بنؤمن بهم كلهم. أما اليهود ما بيؤمنوا بهم كلهم وبيكذبوا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والنصارى ما بيؤمنوا بهم وبيكذبوا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. واسألكم بالله يا أخواننا، يا أخواننا كيف يبقى زول أخو لنا في الله، أخو لنا وهو بيعتقد إنه نبينا محمد كذاب، يبقى أخونا كيف؟ ما لكم كيف تحكمون؟ يا أخي والله نحن عندنا اللي بيعتقد إنه الإمام مالك كذاب، والله إذا ما أخونا خليه يعتقد إنه رسول الله محمد ابن عبد الله كذاب، وده يبقى أخونا؟ أخونا كيف؟ ونحن المسلمون نعتقد أن جميع الأنبياء صادقين، صادقون، الأنبياء كلهم محترمون مقدرون عندنا. كتابنا نحن يحترم المسيح عيسى بن مريم وأمه أكثر من الكتب المحرفة تحت اليهود والنصارى، وذكر عيسى بن مريم في القرآن أكثر من ذكره عندهم، وأكثر من ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذاته في القرآن. عيسى مذكور أكثر، وموسى مذكور أكثر عندنا في القرآن،
فنحن نؤمن بجميع الأنبياء ونؤمن إن عقيدتهم واحدة هي عقيدة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، عقيدة التوحيد. لكن عندهم شرائع مختلفة نسخت بشريعتنا، شريعة الإسلام، شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل بلادنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج كربنا ونفس همنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعافنا جميعا يا رب العالمين. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم.